بنبص نلاقي انه في يوم الخمسين اذا نجد مش بس الامتلاء بالروح القدس، لاقي كمان مواهب الروح القدس. يقول لنا ابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، أن يتكلموا. أنا مش عايز أقف عند التكلم بألسنة لأنه ممكن يكون موضوع طويل، ويمكن أن يكون في آراء متباينة مختلفة، ونحن نحترم كل الآراء ووجهات النظر للكنائس المختلفة. لكن عايز أقول الشيء المميز هو أنه الروح القدس عندما حل في يوم الخمسين أعطى للكنيسة مواهب، أعطى للكنيسة مواهب. نحن نقرأ عن المواهب في أفسس 4، نقرأ عن المواهب في رومية 12، ونقرأ عن المواهب في كورنثوس الأولى 12 وكورنثوس الأولى 14 وفي بطرس الأولى 4. يعني نقرأ عن المواهب كتير، لكن دي أول مرة نلاقي أن الروح القدس بيدي للكنيسة مواهب. وأنا بشكر الله من أجل المواهب المختلفة، القدرات الروحية اللي الرب بيستخدمها عشان يخدم الجسد. يكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، زي ما بيتكلم في بطرس الأولى 14. فالنهاردة الرب بيعطي مواهب للروح القدس، يعطي موهبة زي تكلم الألسنة في ذلك الوقت، أو ترجمة الألسنة، أو مواهب شفاء، أو وعظ، أو تدبير، أو الراحم فليكن بسرور، المعطي فبسخاء، المحبة فلتكن بلا رياء. نبص نلاقي مواهب تدبير ومواهب أعوان، نبص نلاقي في مواهب كتيرة الرب بيديها، ونبص نلاقي في أنواع كتيرة من المواهب. أسيس نزار، أنت ربنا عطيك موهبة هي موهبة الميديا، دي مش موجودة عند بلايين الناس، لكن الروح القدس عطاك الموهبة دي. إنه المواهب، أنا قديم فربنا عطاني موهبة الإذاعة وهلما جرى الروح القدس بيدي مواهب، يدي رعاة، أعطى البعض أن يكونوا رعاة ومعلمين، وهلما جرى الروح القدس بنشوفه في يوم الخمسين بيدي للكنيسة مواهب حقيقية عشان تعلنوا وعشان تمجدوا وعشان نخدم بعض كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. أول مرة نلاقي هذه المواهب موجودة، والكل المؤمنين يقولوا على عبيدي وعلى إمائي يرى شبابكم رؤى، يحلم شيوخكم أحلاما، يعني بدون تمييز لا في الجنس ولا في الثقافة ولا في الغنى أو الفقر ولا في السن ولا في المركز الاجتماعي. لكن نبص نلاقي الرب بيسكب الروح القدس وبيعطي مواهبه للكنيسة بدون تمييز ولا تفرقة، لأن في المسيح يسوع ليس ذكر وأنثى، لكن كل واحد في المسيح.